عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد على حسب بعض المتتبعات والمتتبعين اللي بغاو دوطخ زابارتمون في البيع في بوزنيقة. دونك اليوم جيت ندير لكم هادو الديور ديال الضحى. هذا مشروع كوغاليا اللي كاين في بوزنيقة. دونك جوست بوغ افوار اون ايدي، هنايا كاينين جوهرات بوزنيقة اللي كنت ديجا درت لكم عليهم دوطخ فيديو، هاهو معايا. وهنايا اون فاس معاهم كاين كوغاليا، هادو سي دو اوستاندينغ كما كتشوفوا. دونك عندهم دو ايطاج، فوالا. هنايا هنا سي افيك بيسين جو بور افوار اون ايدي. دونك هذا هو لا بيسين، ها هو لا بيسين. دونك سي دو ايطاج كما كتشوفوا، فوالا. وهادو ديور السكن الاقتصادي ديال بوزنيقة اللي كانوا ديجا تباعو، كنت ديجا درت لكم عليهم دوطخ فيديو. هادو راه باقيين خاوين، دونك مازال باقي فيهم البيع. جوست باش تاخدو اون ايدي، فوالا. هنا كاينه الساحه الكبيره كما كتشوفوا، هنايا كاين الجامع. هنا بلي راه تكون الدنيا عامره تيكونوا كيبيعوا حوايج جيتو. وهذا هو مشروع كوغاليا ديال الضحى في بوزنيقه كما كتشوفوا. هادو سي دو اوستاندينغ، دونك الناس اللي باغين دي ابارتمون اوستاندينغ. دونك ها هو معايا، هادو هما اقرب ديور لا بلاج من غير لي فيلا اللي كاينين لتحت. دونك الضحى هما الاولين. دابا راه كاين واحد المشروع اخر لي سي ان كور، يلاه دابا يا كيبنيو في الساس، كاين دايرينو في الطريق اللي غادي يولي قريب، مي سي توجور ان كور دو كونستركسيون، يلاه بداو كيبنيو في الساس. دونك هنايا هانتوما كما كتشوفوا، هنا بلي تتكون الدنيا عامره، تيكونوا لي جوي، كيكون البيع والشراء، تتكون القضيه محركه. دونك ها همايا جو بوغ افوار اون ايدي، فوالا. ومن بعدهم كاينين ديور ديال الكتاني، الكتاني الفوق كاينين حدا، كاينين حدا لو تران الكتاني، مي الكتاني دو اوستاندينغ ديجا ساكنين فيهم الناس، ما عرفش واش باقين فيهم دو تخوز ابارتمون. دو توت فاسون هادو ديال الضحى راه باقين خاوين، هانتوما كيما كتشوفوا لا فينيسيون اي تو. وهنا كاينين دي فيلا، دونك هنايا سي دي لو دو تيران اللي كيتباعوا. كاينين هنا تقريبا واحد 3 فيلا اللي يلاه تبناو. هذا لابورت، دونك هنا سي دي لو دو تيران pour la construction d'île des villas. Donc là j'ai un noir comme le هذاك ابتداء من 5400 درهم لو متر كاري pour un lot de villa. وها هو لو نيميرو دو تليفون اللي بغا يتصل بالضحى pour avoir plus d'informations. دونك كاينين هاد لي فيلا اللي مبنيين، وهذا هو مشروع كوغاليا. نتمنى هاد الجولة تعجبكم، داكو. وما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، وشكرا. اللي عنده شي تعليق ما ينساش يخليه لي اون كومونتير باش نحاول نجاوب عليه، وشكرا.